بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناه تفسير احلام الرقيه الشرعيه النهارده هنتكلم مع بعض عن رؤيه السفر لمكه هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقه برؤيه السفر لمكه او رؤيه مكه او رؤيه الحرم كمان هنعرف اهم التفسيرات اولا لما نشوف الراي انه في مكه اولا بشاره لي برزق بأرباح لو كان هو بيمتلك عمل تجاري بقدوم مال كمان رؤية مكة أو دخول مكة أو الذهاب لمكة بشرب بخلاص الرأي من فترة كانت فيها حزن أو كانت فيها هموم كمان من الرموز اللي بتبشر بفرج وسعادة يمكن بعد دقيقة أو بعد تعب برضو من الرؤى اللي بتدل على الراحة يمكن آه بعد شقاء أو بعد تعب للرؤية آه رؤية مكة آه من الرموز اللي بتبشر الشخص بوصوله لشيء كان بيتمناه أو كان آه بيرغبه فبيكون آه بشارة بتحقيق أمنيات لما يشوف انه دخل مكة وشاف الحرم المكي او الكعبه المشرفه فبرده من الرموز اللي بتبشره بتحقيق رغباته كمان في استجابه دعوه لي رؤيه مكه بشاره بطول عمر ليه الراي وكمان بصحه وبركه في العمر ده وبركه في المال وبركه في الذريه لما يشوف الراي انه دخل مكه ولكن للاسف لقاها لا قدر الله مهدومه رؤية هدم مكة للأسف من الرؤى اللي بتدل على إن الشخص شوية بعيد عن الله سبحانه وتعالى عن ذنوب عن معاصي هو بيقوم بيها عن انغماسه وفي ذنوب وبتصرفات سيئة بيقوم بيها فعليه إنه يحذر وعليه إنه يتوب كمان رؤية مكة بشرة بحصول الشخص على ميراث وعلى ميراث كبير الميراث ده هيكون سبب في تغييرات كبيرة في حياته في الفترة القادمة آه كمان آه رؤية مكة ولكن آه بدون آه ما يشوف الكعبة أو رؤية أنه مش شايف الكعبة آه رؤية مكة بدون الكعبة المشرفة فبرضو من الرؤى اللي بتدل على معصية أو ذنب كبير أو كبيرة من الكبائر فعل الراي ان هو يتوب او ان هو يستغفر كمان احيانا لما يشوف انه دخل مكه بدون ما يشوف الكعبه فبرضو ده احيانا بيدل على كسب لمال ولكن المال ده هيكون بطريقه غير مشروعه او مال بطريقه محرمه كمان لو كان هو بيمتلك عمل تجاري فبرضو من الرؤى اللي بتدل على ان هو بيكسب ماله بطريقه مشبوهه لما يشوف انه دخل دخل مكه وما شافش الكعبه لو كان شخص متزوج فهم دل على نزاعات او خلافات كبيره جدا ممكن تحصل بينه وبين زوجته الذهاب لمكة ورؤية الكعبة فبرضو من الرؤى اللي بتحمل لنا بشارات كتيرة أولا بشارة بتحقيق أحلام وتحقيق رغبات للرأي واستجابة دعوة كمان وصول الشخص لمكانة أو لموقع هو كان بيتمنى أنه يوصله احيانا برضو بيدل على حصوله على وظيفة هو كان بيتمناها او كان بيسعى او بيحلم ان هو يشتغل او يعمل في الوظيفة دي رؤية ذهاب للكعبة وذهاب لدخول مكة والذهاب للكعبة او رؤية الكعبة المشرفة للشخص العادل ده فرصة عمل وهتكون فرصة عمل مناسبة احيانا برضو لما يشوف انه دخل الكعبة ودخل مكة وشاف الكعبة فبيكون احيانا بشارة بحج او عمرة هيقوم بيها او يعني هيذهب ليها في فترة قريبة برضو من الرموز المبشرة او من المعاني المبشرة لرؤية مكة او الذهاب لمكة لما يشوف انه هو مسافر ويشوف ان السفر كان سهل وكان يعني ما حسش بتعب اثناء السفر فده يسير في اموره وزوال صعاب وزوال عقبات والعكس لما يشوف ان هو بيسافر لي مكة ولكن بطريقة صعبة مشي مثلا على الاقدام او المواصلات كانت صعبة جدا او الطريق كان صعب فاحيانا بيدل على صعاب او عقبات ممكن يقابلها ولكن هتزول الشخص المريض لما يشوف انه هو في مكة فبيكون بشارة لي بالشفاء او بالتعافي آه كمان السفر لمكة آه لو كان الشخص بيعاني من ازمات فبيكون بشارة بحل الازمات دي او حل المشاكل كمان تحسن في اموره بشكل كبير الذهاب لمكة آه آه برضو بشارة بتوبة و آه خلاصه من ذنوب آه من سلوك سيء كان بيقوم بيه او افعال سيئه كان بيقوم آه بيها آه برضو آه رؤيه الذهاب لمكه آه للفتاه العزباء آه برضو من الرؤى اللي بتدل على بتاعتها عن آه بيكون آه يعني رساله احيانا تحذير ليها انها تبتعد عن آه سلوك او ذنوب آه هي بتقوم آه بيها برده الذهاب لمكة بشارة لها بحل مشاكل وخروجها من أزمات وتحقيق أمنيات يمكن كانت منتظراها من فترة طويلة كمان بشارة لها بالزواج والزواج من شخص هيكون شخص صالح وشخص تقي المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان هي في مكة فبرضو من الرؤى اللي بتدل على الاستقرار وعلى السعادة على حل خلافات على حل مشاكل لو كان في خلافات او نزاعات مع زوجها أي كمان من الرموز اللي بتدل على عودة العلاقات طيبة مرة تانية وزوال خلافات ولو كان في انفصال فمن الرؤى اللي بتدل على انتهاء الانفصال ده او الصلح آه كمان الذهاب لمكه آه للمراه المتزوجه بشاره بمال ورزق وتحسن آه في وضعها المادي آه وكمان آه آه بشاره برفاهيه هتعيشها آه في الفتره القادمه ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقه برؤيه مكه والسفر لمكه ورؤيه الكعبه او عدم رؤيه الكعبه المشرفه عرفنا معناها بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في أي سؤال أو استفسار اكتبولي تحت وأنا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة